73. احنا كما العادة في فور مريم في زوم 73 دونك كنت تفكر نهار الجمعة كنا حكينا مع مواطنة مهاجرة افريقية تعيش لهنا في سوسة خذينا بعض التفاصيل على حياتها الصعوبات اللي لقيتهم في العيشة المدة هذية لهنا في سوسة بما اني غدوة نورمالمون نهار 5 ماي اذا كان ما تدفعش حق الكريب باش تلقى روحها هي وصغيرها البرة من الدار وعلى على على نفس المنوال هذيك برشا مهاجرين افارقة اللي موجودين في سوسة نحكيو تحديدا في الرقعة الترابية هذية في سوسة انه وضعيتهم صعيبة على الاخر كوسوسوا دي زيتيديون ولا عباد جات تخدم ولا ناس معناها دخلوا بطريقة غير شرعية للبلاد الناس هذوما شنو باش نعملوا لهم شنية وضعيتهم اللي يعيشوا فيها توا اكثر تفاصيل ناخذوها توت سويت مع مدام ايمان ورداني اخبار الساحل في زوم 73 ايمان ورداني هي نائب اول رئيس البلدية بسوسة صباح الخير ومرحبا بخير عسلامة رمضانكم مبروك يعيشك رمضانك مبروك انت زيدا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير مدام ايمان الفرقة اللي عايشين بحذنا لهنا في سوسة اكيد وضعيتهم صعيبة برشا وضعيتهم المادية وضعيتهم الاجتماعية دونك كيفاش احكينا عليهم شوي اي هو اول حاجة كما تعرفوا يعني الفيروس هذايا الكورونا فيروس كانت عنده تداعيات اجتماعية كبيرة نوصلمو على التوانسة مازدة على المهاجرين اللي عنا في البلاد هو أول حاجة نحب نزيد نعطي يعني اون بريسيزيون اللي راهو احنا في سوسة ما عناش كان الافريقة عنا بوكو دو ناسيوناليتي عنا اللي من موريتانيا عنا من افريقيا جنوب الصحراء عنا الجزائرية عنا المغاربة عنا الليبية عنا السوريين زادا كيف كيف عنا يعني نمبر يعني لبس عليهم يعني كما نقولوها اي لبس دي من اللاجئين ولا مهاجرين السوريين تبقى احنا خاطر في تونس جينيرالمون النيجيريا الافريقيه تاع جنوب الصحراء هي اللي طاغيه النمبر نتاعها هو اكثر المهاجرين بصفه عامه كانوا سواء كانوا يعني طلبه ولا عمال اللي هما جينيرالمون تلقاهم ستاتيو نتاعهم عامل يومي هذوما يعيشوا في بالحق في وضعيات صعيبه علاش على خاطر جينيرالمون هما بلوس عاملين يوميين وعندك حتى ميم لي زيتيديون ابار اللي هما بوختيي الاخرين يجيو يقراو يخدموا باش ينجموا يخلصوا الدوالي نتاعهم يخلصوا الماكله والشراب نتاعهم دونك كلهم لقاو رواحهم بلوكي وما ينجموا يعملوا حتى شيء والنمبر هذايا راهو احنا توا يعني كيف نقولها غراس ا سيت بانديمي يعني اون سي روندو كونت من النمبر الامبورطون تاع المهاجرين اللي عايشين بحذنا موجودين في تونس الكل راهو اي اللي عايشين بعضنا خاطر كيما تعرف اخر غوسونسمون كان اون 2014 والغوسونسمون هذايا بيان سور ديما باش يكون كان على العبيد اللي هما اون سيتوياسيون ريغولير مش ايريغولير انتوما كبلدية سوسة شنو اللي لقيتوه باش معناها شنو الحل اللي باش تعاونوا بيه على قليل البوبولاسيون هذيا اللي تعيش معنا واللي متضره يمكن اكثر حتى من توينسا من الفيروس هذيا بما انه مرض ووضعيات اجتماعيه صحيح هو احنا بلدية سوسة راهو نحب نزيد نقول هو غراس الكود دو كوليكتيفيتي لوكال اللي طلع 2018 خولنا صلاحيات اللي احنا نجمو يعني اون بريس لي زافير ميغراتوار او نيفو لوكال دونك احنا عندنا عام ونص نخدموا على ملف الهجره هذه العام ونص سهل لنا برشا باش احنا اون انترفينير رابيدمون يعني ولاو عندنا نجمو نعملوا دي ريبونس رابيد انفير سي ميغران لا دونك احنا اول حاجه on a sollicité l'aide de l'Organisation internationale pour l'immigration, Mounavma Douélia l'Hijra, où la Hkika l'a bé une idée, où j'ai une déjà j'aime à l'IFETE, où à la. شو مدام إيمان باش خاطر الوقت ما عادش يسمح لو تسمح تعطينا أهم الخطوات كيفاش عاونتوهم الناس هذوما؟ شنو عطيتوهم؟ دونك مع المنظمة الدولية للهجرة كي جاو على 3 أيام كفلنا ب 200 مهاجر كفلتوا بهم على مستوى شنو؟ اكتفلنا بهم يعني مساعدات اجتماعية سو فورم دو بون داشا بقيمة 100 دينار هذه في مرحلة أولى احنا من بعد كي لقينا فما دوموند كبيرة المنظمة الدولية للهجرة قالت نجم فما بوسيبيليتي يعاودوا يرجعوا بعدنا دون دو سمان بوتيتر باش يزيدوا يكثروا في النومبر نتاع الإعانات هذوما اللي عطا هذه دون بار يعني هذه اكسيون دونك 100 دينار 100 دينار للأفارقة وللمهاجرين هذوما اللي يستحقوا إعانات اجتماعية شنو آخر نجم تعاونوهم
الحاجة الثانية اللي احنا عملنا اكسيون اخرى بالشراكة مع الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وممثلين المجتمع المدني يعني لي اسوسياسيون المنظمات عملنا يعني كوميتي دو جيستيون دي ديز سوسيال لجنة التصرف المساعدات الاجتماعية للمهاجرين هذوما باش نقبلوا اعانات عينية ومادية. المادية باش تكون في الكونت نتاع الهلال الاحمر كان تحب يعني نبعث لكم الأبيل ودو وإلا نجم نقوله لكم توا يعني بالتليفون الريب متاحهم الحساب الجاري متاع الهلال الأحمر التونسي وعنا زادة كيف كيف نجموا يقدموا تبرعات يعني العينية في مدرسة فارق ابن زياد بخدمة الشرقية اللي هو مقابل الدائرة البلدية يشوف مقابل وصل تسلم لهي مذبية هذو مازوز حاجات معناتها اللي نجم تتعاونوا بهم مدام هكا اللي نجمنا وحاجة أخرى اللي هو البلاغ حسب البلاغ اللي هبط من المرصد الوطني للهجرة اللي يحس السلطات باش تنجم هي توعي وتطلب يعني من الكري اللي هما ما ياخذوش عليهم حق الكريم تاع أبريل وماي. احنا لهنا زاد النداء موجه للكري الكوليكي اللي في سوسة راهو مثالش كل عبيد كل قاعدة وتساهم وتعطي في دي دون مثالش كنتوما زاد تصبروا عليهم وحبوا هذيك دون للدولة كما يعني عبيد أخرين قاعدة تعمل في دون. ما هل تتصور مدام إيمان هل تتصور انه نداءات كافية معناها باش انه الناس معناها شنو اللي باش يوقفهم الكري ولا أصحاب المنازل هذوما باش ما يخرجوهمش؟ شوف احنا راهو هو صحيح احنا توا حتى حسب القانون احنا ما عندناش الحق نفرض عليهم ونقولوا لهم ما تخرجوهمش. تبقينا احنا قلنا نمشي اول حاجه في السنسيبيليزاسيون يعني كان ينجموا يعني يتكفلوا بيهم وكل شيء واني الحقيقه نعمل على جينيروزيتي نتاع تويلت سينو فما كان عبيد مثلا تبقى تعيش من الكريم تاعها دونك هي ما تنجمش تقول لك ما نخش عليه الكري وقتها اتخافيغ اللي قلنا التبرعات الماديه اللي باش تمشي في الحساب الجاري للهلال الاحمر التونسي وقتها نجموا احنا ناخذوا اون شارج الكريوات نتاعهم. نحن توا مدام ايمان نحكيو على 4 ماي معناها احنا توا في اول الشهر فما برشا كري اللي باش ياخذوا معناها يستنوا في الواي نتاعهم باش يخلصوا باش يخلصوا في الكريوات نتاع الشهر. اذا كان مش نقعدوا نستنوا في التبرعات نجموا اليوم نغطيو مثلا قداش من عائله ولا قداش من مهاجر افريقي اليوم يسكن ولا كاري دار نجموا نغطيو له الكريم تاعو اليوم نحكي اليوم هو شوف توا اوفر توا هو بوغ لو مومون ما جاونيش الحقيقه برشا طلبات نتاع اللي هما مناسي يعني ديتر اكسكلسي من ديارهم الحقيقه. اما تبقينا توا احنا شنو قلنا خاطر توا احنا باش نتصلوا من الكوري لازم نمو لي كونتاكت نتاعهم شنو شكون من الاشخاص توا كي جاونا بينا من عندهم اللي هو مناسي يعني ديتر اكسكلسي عطانا النومرو نتاع الكاري نتاعو واسمه واحنا ندخلوا في اتصال قاعدين ندخلوا معاهم في اتصال بوغ لي سونسيبيليزي. بقينا فما زاد بقينا مشكله اخرى عاقل اخر اللي هما من الكري هذوما جينيرالمون ما يعطيوش الكونتاكت نتاعهم للمهاجرين هذوما مفهوم دونك ما لقينيش حتى كيفاش باش توصلوا لهم ولا تتصلوا بهم. اكزاكتومون دونك هذاك سي تيت ان ترافاي قاعدين نخدموا به خاطر احنا راهو ايكيب كامله قاعدين نخدموا سور تيران يعني مع لي اسوسياسيون دونك نحاولوا باش نجموا نغطيو اكثر عدد ممكن اون اكومباني سي جون لا. مشكوره برشا مدام ايمان الوالداني نائبه اولى رئيس البلدية بلدية سوسة شكرا لك على المداخلة تحية لك يظهر لي حاجة نحب بالمزيد الإرشادات يعني مدام يعني في ساعة مدام مباشر بدا بيا جوست نقول لهم يشوفوا الباج أوفيسيال نتاع البلدية باش يلقاو الإرشادات الكل اللي كاين نجموا أتخافيغ يعني الإرشادات هذوما ينجموا يتبرعوا ويبدا عندهم لي زانفورماسيون الكل. داكوغ ميرسي عايشك بون جورني إن شاء الله نهارك زين. فرصة ريم في الموضوع هذايا أنه نفيقوا اللي معنا عباد يعيشوا وضعيتهم صعيبة نحاولوا ان نحسنوا لهم شويه من الوضعيه نتاعهم على قليل ما نستغلوهمش. ديما نقولوا احنا يلدز الكورونا كشفت برشا حاجات من بين الحاجات اللي كشفتها وضعيه الافارقه اللي يخدموا هنا. مدام ايمان حكيت على 100 دينار انا حسب راي 100 دينار حكايه فارغه الناس فقدت موارد الرزق نتاعها وما تنجم تعمل لهم حتى شيء. تقول هذيك هي امكانيات ربما معناتها عندها الحق في هذيك هي الامكانيات وما نجموش نوفروا اكثر ولكن المعضله الكبيره حسب راي ماهيش كان في الكري والا في الماكله نتاع كل يوم هذوما ناس راهم
يخدموا في سير الايام في وضعيات تشغيل مش هشه اكثر من الهشه ونشوفوا حتى في نوع من الاستعباد وهذا مش كلامي. فما تقارير خرجت على هيئات مختصه تحكي على استغلال الناس هذوما جنسيا واقتصاديا وبدنيا وكل شيء. دونك اليوم مثال شيء قالت مدام ايمان حاجه باهي انه في بلدية سوسة عام ونص يخدموا على الدوسيه نتاع الهجره. حبيت انه في العام ونص هذوما اللي خدموا فيه ان شاء الله فهموا الوضعيات اللي قاعدين يخدموا فيهم لي افريكان. نحكي على لي افريكان علاش؟ على خاطر باقي المهاجرين لي سيتواسيون نتاعهم تطلع وتهبط، معناتها ماهمش في وضعيات خايبه، ولو انه حتى اللاجئين السوريين ساعه تلقاهم في وضعيات خايبه، ولكن على قليله لي افريكان على خاطر شوفوا فيهم كل يوم بالحق ساعات تشوف انت تقوش عليه في عبوديه وضعيات ياسر خايبه ويخافوا يحكيوا حتى كي تمشي تخدم معاهم غوبارتاج ولا غيره. وجربنا قداش من مره باش يفقدوا يخافوا يحكيوا باش ما يفقدوش موارد الرزق نتاعهم. دونك فرصه اليوم باش نعاونوهم، مش نعاونوهم ب 100 دينار والا باش نتوسطوا لهم عند الناس اللي مساكنينهم، ولكن نلقاو لهم على قليله سيتواسيون احسن شويه، نجموا نحسنوا شويه في الوضعيات نتاعهم. احنا مازلنا مواصلين بقيه اخبارنا بعد شويه ريم. اليوم الحجر الصحي المواجه، النهار الاولاني في الحجر الصحي المواجه، والنهار الاولاني نورمالمون اللي فيه الكمامات اوبليغاتوار موجوده في الصيدليات الكل. كيما خذينا بكري مع منظمه الدفاع عن المستهلك، دونك الكمامات اليوم تسعرت ب 500 مليم للكمامات اللي ذات استعمال واحد، تنجموا تلقاوها في لي فارماسي اذا كان قيتوا اغلى من هكا تنجموا تتوجهوا لمنظمه الدفاع عن المستهلك. سينون بعد شويه نعطيكم شنو هي حكايه اللواجات والتاكسيات اليوم كيفاش قاعدين يخدموا، شنو هما القطاعات اللي رجعت للعمل ونشاط. خليكم معنا في زوم 73 ما تبعدوش. زوم 73